صراع قضائي بين شركة أرابيا بوك وميشيل قنبور صاحب موقع لبنان دي بيت. سنفوت بتفاصيل هذا الموضوع مع الأستاذ ألان خويري صاحب شركة أرابيا بوك وباميلا الهاشم كمان مديري بالشركة نفسها. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبلش أستاذ ألان بأساس المشكلة، يعني كيف كانت العلاقة مع الأستاذ قنبور؟ قد ايه عمر هذا الديل؟ شو طبق منه ولماذا الخلاف؟ الديل إجمالا عمره سنتين لتاريخ اليوم. شو بيقول هذا الديل؟ الديل عرفونا على شركته، قالوا لنا في شركة اسمها آيتك، هي شركة بتطور مواقع سياسية وإخبارية، وعرفونا عليه وإجا لعنا إنه هو عامل كذا مشروع ومنفذ كذا مشروع بهالخصوص، وتعاقدنا معه. قيمة العقد كان 197,000 دولار، ونحن كنا عم ندفع ريجولوري مصاري انه هو عم بيطور المشروع وعم يشتغل عليه. ما عم بتشوفوا الاشياء اللي بلش يطورها؟ كان يعني يبعث لنا اشياء، بس اشياء سامبل، يقول نحن عم نشتغل على الكودينج، والكودينج كتير بياخد وقت. موعد التسليم امتى كان؟ كان موعد تسليم من سنة وشوي. شو صار؟ ما سلمنا شيء، واضطرينا دقينا له، يعني هو اخر شيء ما عاد يرد على تليفوناتنا ولا يجاوبنا، ونبعث له ايميل ما يجاوب. وقد ايه كنتوا دفعتوا من المبلغ المتفقين عليه؟ دفعنا 100,000 دولار من قيمة 197,000، بس ما حصلنا على شيء. اضطرينا نتصل من أرقام غريبة ليرد، فقام مرة رد وثاقب إنه رد علينا على التليفون. قلت له ميشيل بليز، يعني في عنا انفستمنت هون، وفي أنا هيدي الشركة أوكي بملكها بس معي ناس انفستر. قام قال لي اعمل اللي بدك إياه، هيك احسن ما اقول كلام اكثر من هيك، قال لي اعلى من شيء على يعني على مستوى. قلت له اوكي. رحنا التجأنا للقضاء، عيننا في محامي للشركه، التجأ للقضاء وطلع في احكام. القاضي اتهموا بعده اشياء، احتيال ونصب وكل الاشياء يعني اللي تصرفها. طب هو اللي كان متفق عليه انه يكون موقع اخباري مثل على غرار اللي هو عمله؟ كان متفق يكون موقع اخباري سيميلر لليبنون ديبيت اللي بوقتها كان ما في. نعم. ليبنون ديبيت، وبعدين يمكن استعمل المصاري وصرنا نسمع بليبنون ديبيت يعني برايك هو مول هيدا الشيء من المصريات؟ على الاكيد على الاكيد. انتم كنتم مسمينه كمان ليبنون ديبيت؟ لا لا ابدا، نحن اسمه أرابيا بوك. طيب اذا بدي وسع اكثر الموضوع معك باميلا، يعني مثل ما عم بيقول الاستاذ ألان انه ما التزم بمواجهات وما حكي معكم، ما في اي طبيعه مواجهه بينكم وبينه؟ نحن كنا على طول مستعدين للمواجهه بينه وبينه من اول ما بلشنا الشغل معه، كنا حتى ولكن في وسطاء ولا حدا يفوت بالموضوع، كنا حتى انه نطلب منه بس يجي لعنا يعطينا الاشغال ما عاد يرد علينا، وحتى بعثنا له مساجات وقلنا له اذا ما رح تسلمنا الشغل رح نضطر نلجا للقضاء، وكمان ما رد علينا ولا حتى رد على القضاء، لانه طلع بليغ بحث وتحري بحقه، وكمان ما ضلوا متوري عن الانظار ولا حتى رد على القضاء. ليه؟ ولا حتى يعني مسنون؟ ممكن لانه كل ما يعني؟ ممكن لانه كل ما بيصير، بما انه هلا هو صار عنده موقع اعلامي اخباري، كل ما بيصير مشكله او كل ما بنتقدم مرحله معه بالقضاء بيطلع بيحكي بليبنون ديبيت عن ممكن عن ناس، بيحكي اشياء في صراعات في ترشح بينه وبين سياسيين. ممكن أي. ممكن، بس بعتقد انه عم بيستعمل هذا الموقع كمان لمصالحه الشخصيه مثل ما بتناسبه. هلا بكره حتشوفوا ليبنون ديبيت عم يحكي عن الحلقه وعم بيقول انه نحن مش مزبوط وهذا صراع شخصي بيننا وبينه، بس باكد لك يجي يواجهنا. نحن جينا على النشر، حضرتكم طلبتوا منه، وينه؟ لا عم يقبل يقابلنا هون، ولا عم يقبل يروح على مخفر الشرطة. نعم. يعطي تقريره انه هو نحن يمكن نحن غلطانين، يتفضل. لا هلا يمكن يشملنا قلنا كمان الموضوع، لانه بمحل أكيد معين بعث لنا انذار انه ما نطرح هذا الموضوع أكيد عن طريق محامي، وإدارة الجريمة هذا الموضوع كثير بيأثر ببين حقيقته الداخلية، اللي هو انسان غير صادق وما في مثل الصحافة اللبنانية. هو لا، هيدي بالاخر حقوق ناس، يعني نحن حتى كمحطه لما بيوصلنا انذار، لما بيكون في حقوق ناس معنيه بالموضوع، اداره التلفزيون بتصر انه نفتح الموضوع حتى لو كان في انذار او قرار من لانه المحامي. سوري، هو اوقات بتسمعي. نعم. انه عم يندق بالصحافه اللبنانيه والصحافه لا تلمس، وهن بيوصلوا صوت الحق، هيدا مزبوط، بس مش هيدا الشخص. يعني قبل ما يطلع ويحكي بالمصداقيه والصدق والحق، طب مين الجهه السياسيه اللي حقوق الناس؟ ليش ما فينا نقول كمان القصص مثل ما هي؟ انت عم تقول انه هو مسنود او عم نحكي انه هو مسنود، لا ما بنعرف مسنود مش مسنود. ايه. بس اليوم ما في موقع سياسي الا ما بيعتش من اي جهه سياسيه
او اي مرجعيه دوليه. اليوم مش معقول موقع سياسي يعني شو عم يربح من هالادفرتايزنج بير كليك، ما بعتقد. اكيد في حدا عم يعني سيبورت. في دعم قصدك؟ اكيد في. طب وهذا الدعم بيقدر يعطل القضاء؟ لا ما بيعطل القضاء، بيقدر ياخره. نحن ايماننا بالقضاء كثير قوي، بيقدر ياخره؟ لا ابدا. القضاء ماشي والقانون رح ياخذ. يعني انت بتوقع تبلش تحصل حقوقك اذا مواجهه ما في، واذا ما في نحن منتظرين. نعم نحن منتظرين ناخذ حقنا، ومنتظرين القاضي اللي هو عم بيقولوا انسان شريف وتحت القانون، كلنا تحت القانون، يقرا الملف ويشوف اذا نحن علينا حق مستعدين، واذا عليه حق يحاكمه. ما سدل اي من اي مبلغ من المبلغ اللي اتخذ؟ لا لا ولا سلم اي عمل. وبدي اذكر شغله، انه وقت رفعنا دعوه عليه المحكمه اضطر يقدم اعمال للمحكمه بس ليبين انه هو بريء. هيدي الاعمال اللي قدمها كلفت المحكمه خبير من قبلها لحتى تقيمها، خبير محلف من قبل المحكمة اسمه دافيد سالوم، بتمنى انه تتصلوا فيه. بتمنى منكم. المحامي تبعنا اطلع على تقرير الخبير بالمحكمة وتبين انه الاعمال اللي سلمها للمحكمة كلها مسروقة من شركات اجنبية وتشاينا وتشاينا، وما بتسوى حتى $100، نحن دافعينه $100,000. بعدين فوتنا محاكم نحن مع الشركات المسروق منا سورس كود لعملنا الشغل، يعني حتى يعني بعدين يعني كنا عنده مشاكل مع حدا غيركم؟ حسب ما عرفنا انه عنده، بس ما عندنا تفاصيل. حسب ما عرفنا انه عنده، ما عندنا تفاصيل. طيب انا بشكر حضوركم معي على امل انه هيدي الحقوق تتحصل بالشكل المطلوب، يعني ان شاء الله تما تكتر القصص اللي داعمينها سياسيين وعم تخرب بيوت ناس. بعتقد القضاء منيح وان شاء الله. لا بس على كل حال حتى الجهه السياسيه يعني عم تسمع انه في اشخاص عندهم حقوق من هالنوع، هذا المسائل لازم يبادر لحلها اذا ناويين يدعموا موقع معين، ما بتكون بالطريقه انه ان شاء الله نحن بدنا القضاء ياخذ المسلك غير قانوني. رح نتابع